بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل كوش مهندسين شغلنا في جزئية البروفايل. تمام، احنا يعتبر كده في البروفايل يعتبر ظبطنا ايه؟ ظبطنا عندك المناسيب بتاعة الديزاين جريد، وظبطنا هندسة عندك مين؟ البندات، ما عدا بند اسمها السوبر ايه؟ الليفيشن. تمام، قبل بس ما اخش على السوبر الليفيشن، في إيه حاجة مهمة تبقى انت عارفها على البروفايل. ايه هي؟ دايما لوح البروفايلات بره الخط الفينش بتاعها اللي فوق ده كده هندسة بيمثل مناسيب وش الاسفل. مناسيب وش مين؟ الاسفل. انت كده متعارف دايما اي لوحه بروفايل بره الخط اللي جاي في الديزاين ده بيمثل مناسيب وش مين؟ الاسفل. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده مثلا لو ده البروفايل اهو، دي الارض الطبيعيه، دي الارض مين؟ طبيعيه. تمام، وانت هندسه ده علاقه بين ستيشن واليفيشن. تمام، احنا عملنا ايه دلوقتي؟ اخترنا عندك خط التسويات، نزلت كده طلعت كده. الخط ده بالنسبه لنا اسمه الديزاين جريد. ديزاين مين؟ جريد، اللي هو خط التسويات. على اساسه هبدا هندسه، اعمل هنا مثلا فيل واعمل هنا مين؟ قط. تمام، لو انا خدت الخط ده بتاع تسويات التراب، البلدي تبدا تعمل مين؟ عليه تسويات التراب. تمام، خد بالك الديزاين جريد اللي ده بره اسمه الفيرما. اسمه ايه؟ الفيرما. تظبيط تسويات التراب بره اسمه ايه؟ الفيرما. تمام، جميل. يعني الخط اللي قدامك ده بيمثل تسويات التراب. بعد ما انت بتعمل تسويات تراب، مش هتقول لي هندسه هفرش طبقات الطريق؟ صح؟ دلوقتي احنا يعتبر لسه ما شرحناش ازاي نحسب سمك الطبقات، فانا هفترض معاك سمك الطبقات. يعني ايه؟ انت هندسه الطبقات دلوقتي دي طبقه السب جريد اللي هي الارض الطبيعيه. تمام؟ اول طبقه معاك اللي هي اسمها السب بيز، هنفترض مثلا السمك بتاعها دي 3 وليكن 40 سم. في عندنا طبقه البيز، طبقه الاساس، وهنفترض هندسه السمك بتاعها دي 2 وليكن ب 30 سم. تمام، واخر طبقه عندنا اللي هي تي 1 اللي هي طبقه الاسفلت، هنفترض وليكن مثلا تي 1 دي على بعضها 13 سم. 13 مين؟ سم. تمام، يعني انت خد بالك سمك الطبقات كلها في القطاع 83 سم. 40 زائد 30 زائد 13 كام سم؟ 83 سم. معناه ايه الكلام ده؟ انا لو خدت الخط ده رفعته لفوق 83 سم، مش يبقى الخط ده بيمثل عندنا التوب بتاع الاسفلت؟ حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ يبقى انا كده دلوقتي رسمت مين؟ رسمت الديزاين جريد. لو رحت رافعه لفوق طبقات الاسفلت، يبقى الخط ده بيمثل توب مين؟ اسفل. توب مين هندسه؟ اسفل. فانت بعد ما تخلص البروفايل لازم تقلبه لمناسيب اسفل. مناسيب مين؟ اسفل. خد بالك الحته دي مش موجوده على اليوتيوب. تمام؟ بص كده هندسه، هتيجي تعمل ايه بقى؟ هتعلم عندك على الديزاين جريد وعايز اقلبه لتوب اسفل، تعمل رايت كليك وتقول له هندسه ايرت بروفايل جيومتري. ايرت بروفايل مين؟ جيومتري. تمام، جميل. افتح كده الشاشه اللي فوق دي كده، هتلاقي في عندك زرار بيقول لك ايه هندسه؟ حاجه اسمها رايز اند لور. انت عايز ايه؟ ده شايف السهم ده؟ اسمه رايز اند مين؟ اند لور. انا عايز اعلي واوطي مين؟ الديزاين جريد. تمام، طبعا عايز اعليه كام سنتي؟ 83 ايه؟ سنتي. 83 سنتي. فهعمل ايه هندسه؟ هتقول له رايز اند لور. طبعا هي 83 سنتي يعني كم من 100 متر؟ 83 ايه؟ متر. تمام؟ طب هتقول لي هي مش مضروبه في 10؟ لا، انا هعمل ايه؟ انا هدخلها زي ما هي 83%، والبرنامج بره هيضربها في كام؟ في 10. بس معايا؟ بص اعمل ايه هندسه؟ الراجل بيفتح لك الشاشه قدامك دي، بيقول لك انت محتاج تعلي كامل البروفايل. اه، ده اللي انا عايزه اللي هو اول. طب ممكن تعلي جزء معين؟ اه، ازاي؟ تيجي هندسه تختار من هنا الاستيشن رينج، تكتب له هنا الستارت، تكتب له هنا مين؟ الين. انا دلوقتي هعلي كل حاجه، يبقى اقول له اول قيمه التعليه 83 سم اللي هي 83 من 100. 83 ايه؟ من 100. واقول له اوكي. خد بالك، بص اللي يحصل بره، اقول له اوكي، يروح الراجع رافع ده ايه؟ رافع عنده 83 سم. تمام؟ قلت لك هي 83 سم يعني 83 من 100 وبتتضرب في 10، يعني انت المفروض لما تقيس دي تلاقيها كام؟ 8 و3 مش 83 من 100 مضروبه في 10، تبقى دي بكام هندسه؟ 8 وايه؟ و3. فاهمين حاجه؟ تمام، جميل. يبقى الخط اللي قدامك ده دلوقتي بالنسبه لنا خط مين؟ اسفل. خط مين؟ اسفل. طب انت دلوقتي لما تيجي تقف عليه، الراجل بيقول لك في النيم بتاعه اسمه ايه؟ الديزاين جريد. لو انت عايز تغيره وتخليه توب اسفل، توب مين؟ اسفل. هتعلم على الديزاين جريد، تعمل رايت كليك وتقول له هندسه من بروفايل بروبرتيز، شايف الاسم القديم ده؟ تروح شايله
وتكتب هندسه مكانه التوب توب اسفل وتقول له سيف. الناس معايا؟ في مشاكل؟ تمام. لا بنعملها ديزاين تبقى لاحجام المرور. يعني الصب بيز والبيز دي واحد في اثنين في ثلاثه جت منين؟ المفروض الراجل يبقى مديني احجام مرور وابدا كده اصمم الكلام ده. انا هشرحه جوه المدينه. هشرحه جوه ايه؟ المدينه. احنا دلوقتي بس محتاجين بس الصول فهنفرضه عندك على البرنامج ده 40 وده 30 وده كام؟ 13. في حد عنده مشاكل؟ تمام. بتقول ايه؟ ايوه هشرحها لك. تمام. يعني انا دلوقتي مش هينفع اشرحها مانوال. هتاخد من هنا بتاع ساعه ونص شهر. انا دلوقتي محتاج سمك هفرضه هندسه ده اللي هكمل بيه المشروع. تمام. وكمان شويه بقى لما نخش في المدينه هبدا اجيب لك او اشرح لك بالتفصيل ازاي تجيب تي واحد تي اثنين وتي كام؟ ثلاثه. تمام. في حته بقى مهمه لازم تاخد تبقى واخد بالك منها. ايه هي؟ بعد ما انت رفعت الكلام ده الاسفلت المفروض ترجع لمناطق الكباري. لمناطق مين؟ الكباري. ليه هرجع مناطق الكباري يا هندسه؟ المفروض لما تبقى الحاجه عندك تراب تسويات تراب اي تسويات تراب بيتفرش عليها جميع الطبقات. جميع مين؟ طبقات تفرش عليها صب بيز وبيز واسفلت. تمام. طب انت بلاط الكوبري دي اصلا بتبقى بلاط خرسانيه او مين جردر ستيل او مين جردر مين ستيل هل ينفع افرش عليها صب بيز وبيز والاسفلت؟ لا. قال لك بيتفرش عليها فقط الفينش بتاع الاسفلت. الفينش بتاع مين؟ الاسفلت اللي هو ايه هندسه؟ قال لك التي واحد دي انت بتجيبها كده في الديزاين المانوال ولكن 13 سم. تمام. تي واحد دي بره هندسه بتتنفذ على مرحلتين. تنفذ على مين؟ مرحلتين. في مرحله كده هندسه اسمها البايندر كورس ومرحله ثانيه اسمها الويرنج سيرفس. نقول تاني التي واحد اللي قدامك دي بره بتتنفذ عندك على مرحلتين. مرحله هندسه اسمها البايندر كورس اللي هي الطبقه الرابطه ومرحلة اسمها الويرنج سيرفس اللي هي الطبقة السطحية، طبقة مين؟ السطحية، تمام؟ فأنا دلوقتي فارض دي كام؟ 13 سم، هاخد منهم 6 سم ويرنج و7 سم بايندر، أقول تاني 13 سم دولي هيتنفذوا بره ازاي هندسة؟ 7 سم بايندر و6 سم مين؟ ويرنج، تمام؟ بلاطة بقى أكتوبر اللي هي ساقطة تبقى قدامك دي هندسة إيه؟ دي بلاطة خرسانية، تمام؟ نازلة بعادة 2 متر، تمام؟ قال لك بيتفرش عليها فقط الفينش بتاع الاسفلت اللي هو مين؟ اللي هو الوير، لان هي خرسانه، هل ينفع افرش عليها سن؟ لا، لو هي ستيل ينفع افرش عليها سن؟ لا، فانا بس بداريها بالجزء بتاع الاسفلت هندسه، يعني بتفرش عليها فقط الويرنج سيرفيس اللي هو كام سم دلوقتي؟ 6 سم، 6 مين؟ سم، فانت المفروض تظبط كده الكلام ده كمناسيب في مناطق الكباري على البروفايلات. بس معايا؟ تمام؟ في مشاكل في الكلام ده؟ كبرها شويه. كبرها شويه. هي اسمها هندسه ايه؟ دي تي واحد بتنفذ على مرحلتين، جزء بايندر وجزء عندك اسمه الويرنج الويرنج سيرفيس. دي اسمها الطبقه الرابطه ودي اسمها الطبقه السطحيه. دي افترضناها 6 سم ودي 7 ايه؟ سم. 6 وسم 6 و7 دي كام؟ 13. الناس معايا؟ تمام. انت بقى ترجع تعمل ايه في مناطق الكباري؟ المفروض الخط ده بيمثل دلوقتي عندك توب اسفلت. توب مين؟ اسفلت. هو للاسف دلوقتي هنا غلط. اشمعنى؟ قال لك لو انت لو جيت قست مثلا وقلت له دايمنشن لاين شايف من هنا لحد النقطه اللي فوق دي انت كده فارد على البلاطه دي كام سنتي؟ 83 سنتي. المفروض افرش فقط مين؟ ال 6 سنتي. ال 6 مين؟ سنتي. هتظبطها ازاي هندسه؟ هتيجي هندسه ممكن بس نكبر الدايمنشن ده شويه. ازاي؟ تقول له امر اسمه دايمنشن ستايل دي اس تي دايمنشن ستايل. فاكر الشادي في الاوتوكاد؟ قول له موديفاي كده هندسه. تعالى من التكست تعالى هندسه من هنا التكست ده مثلا خليه ولكن 5 وقول له ابلاي ثم قول له كلوز. تمام. والسمبل اندرو ده خليه مثلا 5 والبرايمر يونت ما دام بقرب لاقرب اصفار كتير خليه يقرب صفرين قول له اوكي ثم قول له كلوز. هتلاقي الدايمنشن ده ايه؟ زاد شويه معاك. تمام. جميل. ركز معايا في اللي جايه دي. انت عايز تفرض ان انت فارس 6 سم هنا فقط. ازاي؟ هتيجي ترسم لاين من هنا كده هندسه وشغل الورسو. تمام. 6 سم يعني كام من 100 متر؟ 6 من 100 هتتضرب في 10 يعني بكام؟ 6 من 10. 6 ايه؟ من 10. يعني اقول له اوفست لفوق 6 من 10 من الخط ده لفوق هندسه. تمام. واروح عامل ايه بقى؟ اروح معلم على الديزاين جريد ده كده ومنزله لحد 6 من 10. 6 ايه؟
من 10. معنى ايه الكلام ده؟ انت فرشت فقط على بلاطة الكوبري الستة مين هندسة؟ الستة سنت. الستة مين؟ سنت. لان النقطة اللي قدامك دي بتمثل التوب بتاع مين؟ التوب بتاع البلاطة. النقطة بص الاول اللي قدامك دي، النقطة دي هنا دي بتمثل توب البلاطة. انت فرشت على مين فقط دلوقتي؟ ستة سنت. ستة مين؟ سنت. يبقى انت كده هندسة الجزء اللي قدامك ده، ده توب البلاطة، انت كده يعتبر فرضت عليه فقط مين؟ 6 سم. في مشاكل في الكلام ده؟ مفهوم؟ تمام. تعالى بقى هندسه الامه الثانيه، امسك بقى الدايمنشن ده امسحه. يبقى انت كده ظابط المنسوب ده، وخد بالك مفيش حاجه بتتغير. دي زي ما هي 3% طالع و3% نازل. تعالى بقى الامه الثانيه، ودي هتغلبنا شويه. برضه هندسه امسك الخط ده والخط ده امسحه. وعايز افرش هنا فقط 6 سم. هرسم لاين من النقطه دي كده هندسه. هرسم لاين من النقطه دي كده هندسه، وامشي مين؟ وامشي افق. وامشي مين؟ افق. تمام. وقلنا 6 سم يعني 6 من 100 تتضرب في 10 يعني كام على البرنامج؟ 6 من 10. قول له اوفست 6 من 10 كده هندسه من الجزء ده لفوق. تمام. المفروض بقى اروح ماسك البلاطه دي كده ومنزلها لحد كام؟ 6 من 10. خد بالك هو اقصى حاجه بينزلها لحد هنا. بص كده الراجل بينزل ايه؟ واحدة واحدة. أنا هعمل إيه بقى؟ أكبر الطول بحيث يبدأ ينزل مين؟ ينزل البلاطة. بص كده هندسة، أكبر بس الطول ده. لما تيجي تكبر الطول هتلاقي عندك الكيرفات هنا إيه؟ دخلت في بعضها. هتعمل إيه؟ ممكن ترحل ده شوية. بص رحل ده كده شوية أهو. الموضوع فيه مرونة على البرنامج. ورحل ده شوية. أو ممكن من غير ما ترحله، يعني رحله سنة بسيطة. هو طوله فوق كام أصلاً؟ 258، وأنت عايز المينيمم كام؟ 75. ممكن تقلله شويه، يعني قلل مثلا طول الكيرف ده شويه بحيث بقى طوله كام هندسه فوق؟ 161. ممكن تسحب ده بتاع الكريست شويه وانزل كده هندسه بالنقطه كده جرب، هتلاقيها نزلت لمنسوب مين؟ منسوب ال 6 سم. بحيث لما تيجي تقول له دايمنشن لاين من هنا كده هندسه لحد هنا هتلاقي دي كام فقط معاك؟ 6 سم. في مشاكل؟ ما هو بره ما بتفرش غير البيرنج فقط. 6 سم. انا قلت لك ايه اصلا؟ بلاطه خرسانه. فانت بتداريها بس بمين؟ بالاسفلت. تمام؟ حتى لو انت داخل الكارتات، داخل الكارتات تلاقي قطاع الرص متقطع كده بلاطات. ده رص خرسانه، تمام؟ الناس بتعمل بقى ايه؟ بتعمل فرش وغطا تسليح وبلاطه خرسانه، يعني لما تعمل بلاطه في السقف بتعملها في الارض، تمام؟ وترجع بس بتداري الفينش بتاعها بالويرنج سيرفس. البيرنج ايه؟ سيرفس. الناس معايا؟ حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ تمام. لا بيغير، لما انا بغير في الطول يا باشمهندس بيغير في الجزء ده فقط، ما بيغيرش بكامل الديزاين جريد. تمام. حتى لو بطلع كده بالمنسوب بيطلع برده في الجزء بتاع الكريست ده فقط، ملوش علاقه بكامل الطريق. ناس معايا؟ يعني خد بالك بص كده، لما انا مثلا بعلم على واحد زي ده، خد بالك لما انا بطلع وبنزل، لما اجي ادوس هنا كليك، يعني الجزء ده الجزء ده لما اجي اطلع وانزل فيه، الميل عندك ثابت. الميل ثابت 2% و2 ايه؟ في المية. معناه ايه الميل ثابت؟ ان انت غيرت فقط في مين؟ في الجزء ده فقط. الجزء ده ايه؟ فقط. في مشاكل؟ تمام. يبقى انت دلوقتي كده هندسه يعتبر معاك البروفايل ده خلصان ما عدا خطوه السوبر اليفيشن. تمام. يبقى خد بالك بعد ما انت بتخلص شغلك بتقلب الخط ده وش اسفلت. تمام. طب خد بالك الكلام ده كان جاي لك جاهز وانت مش واخد بالك. ايه هو؟ شفت دي كده؟ شفت هندسه الرسمه دي؟ عشان بس نربط الكلام مع بعض. شفت الرسمه دي؟ مش احنا قلنا الرسمه دي بجيب من الاسفلت بتاع الطريق اللي تحت لحد وش البلاطه 5.5. تمام. انا لما جيت قست المناسيب من هنا، تمام، كنت بعمل ايه؟ بجيب منسوب الخط ده وازود على طول 5.5 سلك البلاطه. عارف معنى انك تزود 5.5 على طول؟ معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان الخط اللي جاي لك ده انت اعتبرته اسفلت. اعتبرته مين؟ اسفلت. يبقى انت ده كده بيمثل اسفلت، رحت فارش عليه 5.5 سمكر بلاطه، جبت منسوب الطريق مين؟ اللي فوق. الناس معايا؟ تمام. جميل. نقول له سيف. سيف بس الفيديو ده كده. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.